يا حلوين، كيف كان؟ أكون ملاح صافا. في الحق أنا اليوم صافا بديت نريح مليحة، فجر ولفت الرقاد مانيش قادرة نوض. ولفت الراحة، الماكلة قدامي تقلاش واسيل خايف عليا. نو ليكيب اليوم بديت نريح شويه صافا، غدا راح نكون هايله. عطوني غير اليوم نطلع عليكم هكا نقصر معاكم، بصح غير هكا شويه شويه ما تكثروش عليا. حبيبتي شافت صاحبتها مريضة، جات طيبت لي الله الله نجومي، شعل 4 جور ما كليتش، هكاك ناكل غير حاجة خفيفة ونحبس. عمرتها لي فرامج، ميرسي ايناس سي تري جونتي. كاميرا التوعية ملحقوني، شحال من ميساج دوكا وي مالك، اني حابين نسمعنا برك، ما حبيناش نسمعنا جوغ تخرج لنا الكرش، ما حبينا غير برك حنا نسا في المناطق الانثوية تاعنا، راكو عارفين لاطيا كدا دحوتة شابة وكاع. معليش انا راح نعطيكم هاد لاكخام، نوري لكم كيفاش تستعملوها تاني ونبعتكم عند من تشريوها. فصو هنا في بوسماعيل يديرها حالة، هادي راهي دايره حالة، قالك ما كاينش اللي ما جربهاش وما عطاتوش نتيجه. بصح نتوما كي تشرو ديرو، ماشي خطره نهار ديري نهار ما ديريش، ثلاث ايام ما ديريش، لا لا تشري حنو انت استعمليها، لا ما تستعمليهاش غير ما كلاتو حيت تشري، من بعد تقولي لي مالك ما خرجتش عليا. داكوغ صح، يلا تبعوني دوك نوري لكم عند ما نشريوها وكيفاش تستعملوها، وصح صح مليحه. اني جيتكم عميراتي ما طولت عليكم. شوفوا البنات، بزاف منا نحبوا نتعمروا برك في المناطق الانثويه تاعنا، كونسيبو هذيك الدواره وهذوك الحناك هذوك ما ينوضوناش كامل. اليوم انا جبت لكم هاد لاكريم اللي راهي دايره حاله من عند لينا ناتوريل. شوفوا هاد لاكريم بزاف بزاف هايله، هاد لاكريم كريم فوليميناز، يعني تزيد لنا في المناطق الانثويه تاعنا. حبيتي تزيدي في الارداف والمؤخره والعضله النائمه والصدر اللي ناقصه في ليمون، اللي حبت تزيد في الساقين تاعها نورمال تقدر تزيد عادي تستعملها نورمال. صح باش نتفاهموا، ماشي علبه وحده كيما هذه تقدري تزيدي فيها في كاع المناطق تاعك، لا لا تقدري تستعملي في كل منطقه عادي تستعملها نورمال. صح باش نتفاهموا، ماشي علبه وحده كيما هذه تقدري تزيدي فيها في كاع المناطق تاعك، لا لا تقدري تستعملي في كل منطقه زوج علب، راهي في البو واحد فيه 50 غرام. ما تخافوش من لي برودوي تاعها، راهم ناتوريل 100%. ما تخافوا من والو، اللي جايه من الكوديفوار، فيها زيت الحلبه وفيها بعض الاعشاب. المهم برودوي تاعنا راهم ناتوريل ومضمونين. نوري لك عمري دوكا كيفاش تستعملي، كيف تستعمليها. شمخي حنونتي المنطقه اللي حتستعمليها بالماء السخون، وعلاش؟ باش تفتحي المسامات ديالك، ومن بعد روحي ديري تي الكريمه ديالك في المنطقه اللي حبيتي تسماني منها، وقعدي تدوري ديري في لاكريم هذه، وقعدي تدوري مده 5 دقائق حتى 10 دقائق، الليله كامله. كي تنوضي مع الصباح امسحيها بالماء بارد وفوالا بصحتكم. انا طاقت لكم لاباج وين تشروها وعد من تلقاوها. انا نقول لك ميرسي لينا على تلقاوها، انا نقول لك ميرسي لينا على هذا البرودوي تاعكم. التوصيل راه لكامل الولايات. يلا بصحتكم، ما تنساوش جربوها وعيطوا لي وردوا لي لا ريبونس. باي باي.